قال المثل الكنة اللي بتنام لظهرها خسارة فيها مهرة. هلأ هون عاملين جمعة اسمها لمة على الماشي، هذا الحلقة الثانية. الغالبية هون صيادلة ودكاترة ومجتمعين من كل المدن، مو بس بإسن، نحن هلأ حاليا في مدينة إسن. الجمعة هي ثقافية، فيها موسيقى وفيها شعر، فيها أدب يقرأ الدكتور حسام عزاوي من روايته الجنة في جهنم، وفي بعض المؤلفين موجودين هون كمان عم يقولوا تجربتهم، وفي عنا الأستاذ أبو نشوان كمان مدرسة العربية كان هو المقدم، واليوم أنا كنت الحكواتي، اليوم كنت عم مثل دور الحكواتي، عم بحكي على علاقة الكنة بالحماية. الحماية لك آخ 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 من الكنة اللي عندي، قالوا الكنة خبزها مخبوز ومياتها بالكوز ولسه ضابة بوز. أودعني لحلم لي مواسية، إن كنت شمسك فقد أحرقتني. من يوسف إلى حبيبته التي يعرفها ولا يعرفها، إلى الحبيبة التي ينتظرها ولا ينتظرها، إلى البعيدة القريبة. خطرت ببالي هي الفكرة من قصة أنه أنا من وقت ما جيت على ألمانيا لاحظت أنه الحياة الاجتماعية بالعموم عند السوريين أو المغتربين أو المهاجرين هي شوي مانا قوية مثل قبل، فأنا لقيت أنه مهم أنه إحنا نبادر، مهم أنه إحنا نخلق جو اجتماعي فيه محبة فيه مودة، وبنفس الوقت إحنا فينا نتداول فيه أمور ثقافية، أمور إنسانية، أمور مسائل بتهمنا إحنا كلاتنا بشكل أساسي، الأدب والفن والموسيقى اللي هي دائما رسالة وهي دائما محبة واللي هي دائما بتجمع الناس. بشوف هذا النوع من الاجتماعات كتير حلو لحتى نرجع شوي لجمعتنا وقت مثل وقت جمعتنا وقت كانت بسوريا، نغير شوي عن الروتين الموجود حاليا هون، نتبادل خبراتنا، نغير شوي جو، نقضي وقت مع زملاء عرب معنا، نحكي شوي بلغتنا العربية مثل ما نحن متعودين، وأكثر شيء إنه نحن اشتقنا له واشتقنا لهيك أجواء وهيك موسيقى وأغاني. شوف شوف تترنا يا حبيبي، شوف طلع في اسمعني اسمعني اسمع مني وشوف، لا بدي تحكيني ولا بدي تراضيني، لا تصبرني ولا تمسيني ولا تمسيني. لا مو بالضرورة، لا احنا مختلفين، في ناس مشترك مختلفة، بس احنا اغلب الصادق انه احنا كزملاء ممكن يكون تواصلنا اكثر، بس هو مفتوح لكل الناس، ليست حصرة بالصادق ولا بالاطباء ولا باي، ما في مهن مختلفة، في معنا ادباء، معنا كتاب، معنا ممثلين، معنا ناس من مهن مختلفة، ليست محصورة بشريحة معينة، بالعكس احنا عم نحاول نوسع الشريحة، نستقطب اكثر كم من الاشخاص اللي هن حابين يتواصلوا اجتماعيا مع الجالية. لو بتحب مرت الابن كان صار القمح بسعر التبن. والله يلا احنا ما في وقت محدد فيه، بس هي احنا اخترنا تكون دورية، ممكن تكون مرة بالشهر، ممكن تكون مرة بالشهرين، ممكن تكون مرة كل 3 شهور، مبدئيا احنا عم نعملها مرة كل شهرين، بس ممكن نقلل او نزيد حسب اهتمام الناس او حسب احنا شو ممكن يتتبعنا بالمقاطعات الثانية.